مرحبا أمينة. الحمد لله أنكم جيتوا. اركضوا اركضوا، تعالوا شوفوها لشهناز بسرعة، الحقوني. شو القصة؟ عن شو عم تحكي؟ شو صاير؟ شهناز ما بعرف شو صاير لها، جاني جنانة، عم تزت أغراض البنت وقلبت لها الغرفة. أنا حاولت هديها شوي وأحكي معها بس قلعتني من هني. يلا زينة امشي. بعدي 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 بعدي. شاهي، شهناز، اختي شهناز، بنتي وينك؟ ردي علي حبيبتي شهناز يا عيون أمك. اختي إلا ما تكون نسيانة هون شي شغلة، شي ورقة أو رقم لهذا شريكة. مفكرة إنه مبارح سوزان مفوتة حرامي على البيت لهون؟ مفكرة مفهوم، أنا شفتهم. بدي صدق هذيك المحتالة ودموعها ولا اللي شفته بعيوني. اهدي شوي، هاي وحدة مجنونة، شو بدك فيها؟ معقولة تحطي عقلك بعقلها؟ صدقيني أنا بعيوني شفتها وقت فوتت واحد على البيت بنص الليل كرمال يسرقنا. مصدقتك يا عمري، معقول ما صدقك أنا؟ بس روقي حبيبتي شو بدك منها؟ يخرب بيتها، توقعي منها أكثر من هيك. روقي يا روحي، تعي معي. يلا حبيبتي تعي تعي, تعي. مو مستاهلة يلي مقتله يلي عم يضايقك. آمين. كلهم كذبوني وصدقوها، حتى عمي ما صدقني وسامي كمان. ولك تخيلوا حتى سعيد اللي ربيته على ايدي كذبني مثلهم. ناس ما بيبين معهم. قلت بدور بغرفتها بلكي بلاقي اي شي فهمهم فيه الحقيقة، بس ما لقيت اي شي ولا شي. ولك هذا عمك البخيل، ليش ما بيركب كاميرا على باب البيت؟ كنتي اخدتي هالفيديو فورا وبنفس اللحظة تقلعت برا. اسمعي، انتي فتشتي بغرفتها وشفتي كيف صارت هلأ، وإذا شافوها أكيد رح يعملوا لك مشاكل، مو هيك؟ ما عاد فرقانة معي، ما رح يصير شي أكتر من اللي صار. سامي كان مبارح عم يطلع فيني وكأني أنا قاتلت له أمه. ايه بس يا شاهي، لحق عليكي، ليش لحتى تستني الحرامي ليهرب؟ لو ناديتي لسامي من الأول ما كنتي وقعتي بهالمشكلة، وقتها كان حيشوف بعيونه ويصدق. ولك عم قلك من الخوف ما عاد قدرت اتحرك، ليش ما عم تستوعبوا؟ زينة، بدل ما تفلسفي على اختك قومي جيبي لنا شاي وجيبي لنا معه شغله حلوه ناكلها. أيه. يلا روحي يلا. بيكونوا هالبخره تاركين بنتي لهلا بدون اكل. يا روحي خلاص يا عيوني، كنت مرعوب. بعت لي حمى، خفت منه، كان حامل بايده سكين لهيك ما خبرتهم اول ما شفته. ما توقعت انهم رح يصدقوا ويكذبوني. انتي لا تقهري حالك حبيبتي، خليهم يصدقوا، لا تتضايقي انتي، لا تفكري بشي ما بيستاهلوا دمعة منك. هدون كلياتهم رح يدفعوا ثمن الدمعة الغالية يا عمري. بكرة بتشوفي، انا وراكي ورح اخذ لك حقك. بكرة بتشوفي كيف رح يجوا كلياتهم يركعوا عند رجليكي. بس انتي شو رح يطلع بايدك؟ وبتشوفي يا شاهي شو رح يصير فيهم. موت لا أعرف كيف قدرت تعمي عيونهم للكل. أمي كيف قدرت؟ تركي موضوع علي حبيبتي، اسمعي سوزان، مثل ما اجت على هذا البيت أنا رح طلع منه يا روحي وحياتي بدون ما حدا يعرف كيف. ها ووعدت وبتشوفي شلون. تعي يا عمري انتي، يا روحي انتي، عشتي تعب يا عمري انتي.